اكتشاف الأحجام: كبير، صغير، ومتوسط. اكتشاف الأحجام. مرحبا أصدقائي، ها نحن نلتقي من جديد على منصة سبورة دوت نت لنتعلم ونتسلى معا، واليوم نتعرف على الأحجام ونكتشفها. إذن فلنبدأ سويا. أصل كل سمكة بالحوض الذي يناسب حجمها: صغير، متوسط، كبير. الإجابة: نعم، هكذا، أحسنتم. لنواصل نشاطنا ونعيش متعة التلوين، فهيا نلون الأسماك الكبيرة بالبرتقالي والأسماك الصغيرة بالأصفر. الإجابة: رائع، تلوين جيد وعمل ممتاز، لقد تمكنتم من معرفة الأحجام. أما الآن أضع داخل خط مغلق الأسماك المتوسطة الحجم وألونها بالأحمر. الإجابة: شكرا أصدقائي، عمل صائب. حسنا، لنواصل النشاط وننهي درسنا لليوم ب: وضع خط مستقيم تحت الشكل المتوسط ودائرة حول الشكل الصغير. الإجابة: